نشكوك حزن القلب يا سميع، متى تزول غربة البقيع؟ أدرك جوى الصدور، هل تسجن القبور؟ متى تزول غربة البقيع؟ متى تزول غربة البقيع؟ متى تزول غربة البقيع؟ أدرك جوع الصدور، هل تسجن القبور؟ متى تزول غربة البقيع؟ متى تزول غربة البقيع؟ نتبة أرض الغرقد لبقية آل محمد، نتبة أرض الغرقد لبقية آل محمد، ظمأ تطلب ماء من غيرك يحييها، أرض لا مرقد فيها من غيرك يحييها، أرض لا مرقد فيها، أشبه بالصحراء، أشبه بالصحراء، أشبه بالصحراء. يا كلام الله البقيع بلا كلام، من زمان تشيل ديها على السلام، المراقد تكشخ بذكر النذور، والنذور ترجية تنحط بالمقام، والنذور ترجية تنحط بالمقام. هنا سؤال، هل نرى قباب عالية تناطح السحاب؟ هنا السؤال، هل نرى قباب عالية تناطح السحاب؟ عالية تناطح السحاب، من حولها الطيور، هل تسجن القبور؟ متى تزول قربة البقيع؟ متى تزول غربة البقيع؟ يلا نشكوك، نشكوك حزن القلب يا سمير، متى تزول غربة البقيع؟ يلا يلا يلا، نشكوك نصرة نصرها، بعد واحد، متى تزول غربة؟ أدرك جوى الصدور، هل تسجن القبور؟ بأعلى، متى تزول غربة البقيع؟ متى تزول غربة؟ لخادم أئمة البقيع الحبيب سيد علي أبو حمد الموسى وعمي، من يحمل جرح الدم لا يقدر يتكلم، من يحمل جرح الدم لا يقدر أن يتكلم، حتى أن يلقاك، حتى أن يلقاك يا إرث بني هاشم، أنبئنا إنك قادم، يا إرث بني هاشم، أنبئنا إن احكيها، يا إرث بني هاشم.
أنبئنا والميقات هناك والميقات هناك والميقات هناك يمت يا باقي الديار الخاليات مثل حيدر تظهر ترد الحياة مد ايديك على الغريب وشوف المصاب أربع ضلوع البقيع مكسرة أربع ضلوع البقيع مكسرات من آل إبليس يد تطول من آل إبليس يد تطول لقاطع أفنان لآل البتول لقاطع أفنان لآل البتول قم وأعلن النشور هل تسجن القبور متى تزول غربة البقيع متى تزول غربة يلا نشكوك نشكوك حسن القلب يا الأخير بويا زول غرب عيدها نشكوك متى تزول غربة أدرك جوا أدرك جوا الصدور هل تسجن القبور متى تزول غربة البقيع متى تزول غربة البقيع مولاي من يحمل جرح الدم لا يقدر أن يتكلم حتى أن يلقاك يا إرث بني هاشم أنبئنا إنك قادم يا إرث بني يا صاحب الزمان أنبئنا شنو والميقات هناك والميقات هناك والميقات هناك يمت يا باقي الديار الخاليات مثل حيدر تظهرت رد الحياة مد ايديك على الغريب وشوف المصاب أربعة ضلوع البقيع مكسرات أربعة ضلوع البقيع من آل إبليس يد تطول لقاطع أفنان لآل البتول قم وأعلن النشور هل تسجن القبور متى تزول غربة ألطم ألطم متى تزول غربة الله مولاي أنا واثق وليعلم كل منافق مولاي أنا واثق وليعلم كل منافق أن الأرض تدور أن الأرض تدور لله إذا تبنى فقبور الغرق قد تبنى لله إذا تبنى فقبور الغرق قد تبنى رغما ستر النور إلك رغما ستر النور رغما ستر النور رغما ستر النور إذا مو كل من يشد بيد الجراح ما تظل خيمة إذا ما تستباح
صاحب الحق بيد تحديد المصير. واحنا شفنا الما يطالب حق راح، واحنا شفنا الما يطالب حق راح. نرى بعين الغرقد الدموع، وأسفا تبت يد الخضوع، وأسفا تبت يد الخضوع. من يملأ الصدور؟ هل تسجن القبور؟ متى تزول غربة البقيع؟ متى تزول غربة البقيع؟ يلا نشكوك حزن القلب يا سميع. متى تزول غربة البقيع؟ عيدها نشكوك. يلا متى تزول غربة أدرك أدرك جوى الصدور؟ هل تسجن القبور؟ متى تزول غربة البقيع؟ متى تزول غربة لخادم أمة البقيع على أبو حمد الموسى وعمي؟ كل زمان يطوى ولكل غريب نجوى، كل زمان يطوى ولكل غريب نجوى. هل ما زلت غريب؟ هل ما زلت غريب؟ الصبر به مغنم لكن الجرح تسمى. قد يحتاج طبيب مولاي، قد يحتاجه يا صاحب الزمان. كل زمان يطوى ولكل غريب نجوى. هل ما زلت غريب؟ قل هل ما زلت غريب؟ الصبر به مغنم لكن الجرح تسمى. قد يحتاج طبيب، قد يحتاج طبيب، قد يحتاج طبيب. ارجعي وقلي لنا نموت وخل نموت، ماكو غيرك يخنق انفاس السكوت. سيد الناس العليها الاعتماد، طلعت وهن من بيوت العنكبوت. سيد الناس عليها الاعتماد، طلعت وهن من بيوت العنكبوت. إن زاد حب الناس للحياة فأي قبر يضمن النجاة؟ فأي قبر يضمن النجاة؟ أن تفتدى القصور، هل تسجن القبور؟ متى تزول غربة البقيع؟ متى تزول غربة لا تتعب. يلا نشكو حزن القلب يا سمير، متى تزول غربة البقيع؟ نشكوك حزن القلب يا سمير، متى تزول غربة البقيع؟ أريد أعلى أعلى. أدرك جوى الصدور، هل تسجن القبور؟ متى تزول غربة البقيع؟ متى تزول غربة الله؟ آياتك هل تتلى فهناك قبور ثكلى؟ آياتك هل تتلى
فهناك قبور ثكلى قد تحتاج قيام، قد تحتاج قيام. يا ترى تبدي أمرك، من يطلب غيرك ثأرك؟ إن الناس نيام، إن الناس نيام. الله آياتك هل تتلى؟ فهناك قبور ثكلى قد تحتاج قيام. يالله يا ترى تبدي أمرك، من يطلب غيرك ثأرك؟ إن الناس نيام، سكت وأصحابي الرأي وشاع الفساد. الحجر يحكي وضمايرهم جماد. يا أبو صالح طاب عني البقية. إذا كان القاضي راضي ومستقى، يا مولاي سكت وأصحابي الرأي شاع الفساد. الحجر يحكي وضمايرهم يا أبو صالح طاب عني يضيع البقية. إذا كان القاضي راضي ومستفى، إذا كان القاضي راضي ومستفاد. ما عاد للأحبار من قرار، وأمرهم شورى بلا مشار. ما عاد للأحبار من قرار، وأمرهم شورى بلا مشار، وأمرهم شورى بلا مشار. جمع بلا حضور هل تسجن القبور؟ جمع بلا حضور هل تسجن القبور؟ متى تزول غربة البقيع؟ متى تزول غربة ال... يلا خير جواب. نشكوك حزنا القلب يا سمير، متى تزول غربة البقيع؟ نشكوك حزنا القلب يا سمير، متى تزول غربة البقيع؟ متى تزول غربة ال... أدرك أدرك جاء الصدور هل تسجن القبور؟ متى تزول